عقليه وهجرب لسه في الجيم دي، مش اول معركه طبعا يعني، انا بقالي شويه قلت كده اتدرب شويه على الجيم واشوف اولها ايه. بس يعني عامه احب افرجكم على الفريق الاسطوري اللي انا اخترته، مش عارف جاي معايا بالصدفه بس شكله خطير. واحد فامباير وقدامه هنا السكيلتون دول زي ما احنا شايفينهم رجاله ما بتهزرش، والتاني وراه فامباير، وهوبا المعركه ابتدت يا ابو عمو. والله لسه بنقول يا هادي، لا يا عم انا مش محتاج انزل له بحاجه، انا هسيبه يضرب لوحده. اضربهم يا واه، ايه الوحش ده؟ شكله اسطوري. واه واه بيتحول، يا ربنا ده انا هاكل ضرب. واه كسبت كسبت يا جدعان. انه فريق اسطوري، انا بقول لكم يا جدعان شايفين السحر اللي ورا ده، هو ده سبب المعجزات كلها معايا. وهقول له من تاني ريدي وجهز نفسك يا ابو عمو، تعالى افرجكم تاني على الراجل ده وعاملين ايه من تحت هنا، تعالى افرجكم على الجيش ده يا جدعان. بصوا يعني خطه كده ماشيه معايا بالحظ، انا ما يعني ما مش هقول على نفسي ان انا محترف فيها، لكن انا لسه داخل قلت اجرب كده اجمع مجموعه تشكيله تكون حلوه. شايفين الفامباير نفس الكلام الناحيه الثانيه، اثنين فامباير اثنين فامباير. شايفين السياف ده؟ ايوه ابو سبع سيوف، جبت واحد هنا وواحد هنا. وبعدين جبت الملك ده، ومش عارف هو شكله ملك يعني، راجل شايب كده بس شكله غلبان حلو في حاله. اما العجيب الساحر ده هو شكله سبب المصايب كلها. بصوا مش هحور عليكم، الواد ده بيحاول يكسبني بقاله 10 ايام، 10 ايام قاعد بكسبه، يمكن والله يمكن 10 ايام فعلا او اقل حاجه بسيطه الله اعلم يعني، بس فعلا بقالنا كتير قوي بنلعب مع بعض. وكل اللي عملته ان انا اخترت التشكيله دي، انا خسرت اول جيمين ما كنتش عارف لسه هحط ايه وايه اللي بيتحط فين ومين هيلعب فين. بس بعد ما ظبطت التشكيله دي ونزلت قصاده، الراجل معرفوش بس شكله كراني، عمال بيجرب كل حاجه يا عيني، وعنده جنود غريبه وسريه طلعها وانا لسه مش لاقي حد ولا عارف حاجه. ناس منكم قالت لي ان في هنا جنود سريين ممكن تلاقيهم موجودين جوه الماب، المفروض بقى ان انا اقعد ادور فين الجندي السري ده، يعني المفروض اروح على مكانه والاقي الماوس هيقوم جاي معلم عليه بالاصفر او حاجه كده. كل اللي لقيته هنا هي العصا السحريه دي، بس رحت وقفت عندها مفيش اي حاجه حصلت، ولا نور ولا اي حاجه. وانت ابو عمو خلص خططك على مهلك، احنا فايقين لك وجاهزين لك. ايه ده، هو جايب بتوع البنادق عشان يضربهم من بعيد؟ ها لاقيهم برضه الولد، وجايب دول وقفوا قصاد دول عشان يعطروهم، ودول قصاد دول عشان يعطروهم، فالبنادق تخلص على دول فيتفنشوا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت مين يا عم الحاج؟ لا جايب لي فرعون. طب ماشي، بالنسبه لبتوع الشجر دول اظرفهم معاك. فرعون ريح، بتوع الشجر ريحوا، اوبا السيوف كمان ريحت. يا ولد يا ولد الراجل ده ما بيهزرش، الملك يا جدعان، يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك، ده داخل بقطيعه ومش داخل يحارب، ده داخل يعني مش عارف والله ما عارف. انا فرحان، انا عن نفسي فرحان بكسب والله. سحبت عليا يا عم مايكروسوفت جانك، انت مش عارف اقول لك ايه يعني حبيب قلبي، بس رزقك كده يا معلم، وحظي انا ان انا لاعبك والله. يعني كنت داخل اللعبه بس عشان خاطر اتعلمها لسه قبل ما ابتدي اصورها، وبعدين ببص لقيت نفسي يعني مش هقول محترف بس حظي حلو، قلت اصور بقى افرجكم معايا على الحظ ده. وتشكيله اسطوريه لقيتها من اول مره والله، ولا شغل المنتخب، اوعى يا ابو عمو. والعيال مرصوصه رصه، دفاع وهجوم وشغلانه. الفرق الوحيد بينا وبين ماتش الكوره ان انت بتحط الدفاع قدام والهجوم هم اللي ورا. الراجل ده ناوي يعمل ايه؟ ولا ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ لا هو موت غربان في ايديه؟ شكله غريب جدا. والغربان دي ايه بتعمل كده ليه؟ بص 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 الغراب بيعمل ازاي؟ يعني بتتحرك. هل يا ترى برضه اللي نايم ده نفس الكلام؟ لا دي دوما، دول حقيقيين ودول دوما؟ ماشي. وجنود قش شكله هيولع فيهم. هيولع فيا يا جدعان، مش لاقي حل. بس بص والله اشكالهم غريبه وشكلهم مفطس من الضحك. طبعا اللي خلاني العب الجيم ان انا لقيت ناس كتير بتلعبها مالتي بلاير، فقلت خلاص انا هجيبها بقى مالتي بلاير، كنت بلعبها قبل كده على اكس بوكس جيم باس، بس جبتها على ستيم عشان الاقي فيها المالتي بلاير والعبها براحتي. شكرا لارشادات ابو علي اللي قال لنا ان هي موجوده على ستيم ونقدر نلعبها من هناك مالتي بلاير بسهوله. قريبا اتحدى ابو علي فيها. لا مش ابو علي ده، ثواني يا عم ده راجل ده. لا 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 ايه ده ايه ده، هما جامدين كده ليه؟ ما بيموتوش ولا يا لهوي، هو بيهرب؟ انا مش فاهم هو بيعمل ايه، هو بيعمل ايه؟ اوكي بيحمل الملك، الملك بيتضرب. واو الغراب بيضرب من بعيد، ده بيضرب. اوه يا لهوي خد حته سيف جنبه، يا لهوي صعب عليا والله. بص يا جدعان الراجل اللي بيتحداني ده الله يكون في عونه بجد، يعني ايه تلاعب واحد ما بيغيرش التشكيله وسايبهم لك كده 24 ساعه؟ بس هعمل ايه، ما هي التشكيله اللي بتكسب يا عم، انت انت اللي جايبه لنفسك. خليه هو يغير تشكيلته ونشوف هيعمل ايه. المره دي حاول يهجم من الجنب، بيحاول يلاقي لها داخله. بص هو نفسه حاسس ان التشكيله غريبه عليه، اول مره يشوف حاجه زي كده. على فكره الراجل ده فعلا محترف لان هو اصلا بيلعب. بس بص ابتدى يجيب ايه، ملك زي الملك اللي عندنا. اوكي عاش. لا ده واضح ان ده مش ملك، هو ده شكله يعني حداد
بتاع ابويا، انت بتشتغل ايه يا اسطى؟ مش فاهم. هو اللي هناك ده ملك، بس ده مش ملك، لا يمكن يكون ملك. صدقني يا اسطوره، السر في الساحر، الساحر هو المعجزه في الليله دي كلها. يا ترى هيجيب واحد ساحر يحط وراه هو كمان؟ لا، عمال يجيب في جنود قش، ما عشان الحاجات دي هو مرتبط بسعر غصب عنه بيشتري بيه. واو، دي البدايه. كل اللي بيعدي هنا بيموت في التشكيله. يا حبيب قلبي، الملك هيريح الراجل اللي معاه، ريح وشكرا. والراجل ده هياخد له واحده في جنبه دلوقتي، اديله واحده. يلا ابو عمو، واه ريح. بالشفا انت، بالشفا. واضح ان هو خرج من الجيم يا جدعان بعد ما زهق 12 جيم يخسرهم، والراجل جاب اخره يا جدعان. قال لك خلاص مش ملاعب الواد ده تاني، اخرج بره يا عم انت. شايلين الملك فرحانين بيه طبعا، ولا ايه؟ ابو صلاح في زمانه مدخل جول يا معلم، يا معلم. اصواتهم غريبه جدا وربنا، بس بطصوا بالضحك. ايوه خرج، وش خرج. عامه خلينا ندور على اللعيب تاني ونشوف مين اللي هيقدر يلعبنا. بوستر، تعال يا معلم، هلعبك في اي حته ما يهمنيش. يا رب بس افضل فاكر اماكن الناس السحريين دول كانوا فين. ماشي، كان معانا واحد من ده وواحد من ده، هنحط واحد هنا واحد هنا. حاطط لي هو ايه؟ حاطط لي هو الحاصد. طب ماشي، ثواني، محتاجين بقى الجنود من دول. 1 2 3 4، 1 2 3 4، فامباير 1 2. اما الناس اللي كانت معايا اساسيه نسيتهم، والله العظيم نسيتهم. يا لهوي، لو نسيتهم تبقى كارثه. بيتهيألي واحد منهم هو ده. لا مش ده، هو الراجل العجوز. اما التاني غالبا هيكون ده، هو ده. لسه معانا جنديين، ممكن نجيبهم من هنا ونقول له ستارت يا ابو عمو، احنا جاهزين. تعالوا نخش نشوف الفريق مظبوط ولا لا. استنى يا عم انت. والله الفريق مظبوط. يا ولد، الخطه عنب خلصانه بالشياكه. يخرب بيتك، الواد جامد جدا. ايه الواد جامد حماده، ايه اللي هو جايبه ده؟ واو، تقريبا الحاصد هو اللي انقذه في الليله دي كلها. الحاصد انجز الدنيا في ثانيه. واو، بيجري بيهرب. شفتوه بيهرب؟ يا لهوي، انتصار مريع فظيع. شزيع ايه؟ شنيع. احنا جاهزين تاني يا ابو عمو بنفس الخطه والتشكيله. منتخبنا جاهز وما بيهزرش. اللي حفظ الناس دي يا جدعان، اهي رخيصه وسهله، تشكيله بسيطه جدا من 5000، تقدر تظبط لك الدنيا على الاخر في لحظه. اهم حاجه الفامباير اللي ورا ده عشان بيخلص لك على اللي قدام في فينتو ثانيه. ترى يجيب مين؟ جاب واحد ساحر. اوكي، 2 ساحر، لاقوا كتير، قال غاليين. ايه اللي هو حاطه ده؟ وليه الماب عامله كده؟ شكلها غريب جدا، يخوف. نحن في بحر الظلمات. كان غيرك اشطر، روح غيره يا عم. هات واحد تاني، بقولك كان غيرك اشطر. مش مصدقني انت. بس يا ابو عم شكرا. ايه، في واحد نزل وراه، خدتوا بالكم؟ في واحد نزل وراه، مش عارف هياكل على طول. ولا هو اتفنش؟ اتفنش ولا انا اتفنشت؟ شكله خرج. تاني واحد ينسحب من المعركه. بني ادمين بنربح من غير عناء يا صديقي. انت بتعيط على الناس اللي راحت دي؟ معلش، بس كسبنا برضه يعني، الحمد لله. والراجل ده ما راحش اصلا، لسه عايش. بص، فيه الروح. انت متعصب ولا ايه يا ابو عمو؟ فيه ايه؟ واه، ده لسه صاحي. حاول تفنشه. ولا والله لسه صاحي. يا لهوي، ده بيضرب من تحت، هو مجلش ولا ايه؟ اوه، اوعى يكون ماسكك يا ابو عمو. كلبشه، والله كلبشه، شكله هخسر ولا ايه؟ طب انا نزلت تحت خالص عشان اشوف، بس هو شكله محشور تحت الارض ونازل اكل فيه. يا ربنا، ايه ده بقى؟ ومكلبش ايديه، مش عارف يضرب باي حاجه. وبعدين هنفضل كده كتير؟ ما انت لازم تنسحب يا صاحبي. غالبا هو انسحب. اوبا، يا ولد، اديله واحده كمان، اديله سيف واثنين وثلاثه واربعه، يلا 20. اغرز يا معلم، ما يهمكش، اديله. بيحاول يهرب، ده هو اللي حشر نفسه عشان يهرب يا جدعان. بس انسى يا معلم، خلصانه. يلا بقى، خلاص بقى، سلم واتكل على الله يا عم. سلم واتكل على الله، بقولك خلصانه. هيتفنش والله الواد. بص يعني عنده روح حلوه، عايز يعيش، بيفلفص. يخرب بيتك، شكلك بعرف. اوه، بتضربني انا يا عم؟ اضربه هو اللي قدامك. بتضربني انا بجد؟ ايه يا جدعان ده؟ ولا 100 سيف ولا تقصر. يهرب يلا، لو اداك رجل هيطيرك. هو طبيعي اللي بيحصل ده؟ انا مش عارف اللعبه زيكم يعني، انتوا ادرى. واه، انسحب. عم مايكروسوفت جونك راجع من تاني. بص يا ابو عمو، انا عجبتني اللعبه وبقيت لك هنا ان شاء الله. نجيب سيفين نحطهم هنا، 2 فامباير، واحد يمينه وواحد شماله. 1 2 3 4، 1 2 3 4. والناس اللي انت كنت كارههم في الحياه، ادي واحد وادي التاني. لا، ده بيديني حاجه تانيه، بيقول لي تلعبني. اوكي ماشي يا معلم. والله لا فهمت حاجه، خرجتني برضو من غير سبب يا جدعان. انا مش فاهم الحاجات اللي بتحصل قدامي، حد يشرح لي. عم البوتيتو، عامه انا لازم ادورها على خطه مضاده عشان لو حد استخدمها قصادي.
والاكيد الاكيد ان في ناس تانية اجمد بكتير. شوف هو هيحط ايه وهيقرر يحاربنا بايه. بس الاول خلينا نبص على الماب بشكل سريع، يمكن نلاقي الجندي المجهول اللي بيبقى مستخبي ده. مفيش حاجه، مش شايف حاجه غالبا. اوه اخبطت في ايه؟ ملبسه؟ ايه ده معلم؟ هو ده؟ واه يبدو ان هو. يا ولد يا ولد، ايه بقى حبيب قلبي؟ كيوبيد كيوبيد الحب ده، انا هجننك. خلصنا يا اسطى بالشياكه. ايه اللي حصل؟ ابتدينا ابتدت المعركه. انا ما احبش امسك الفرسان، اسيبهم يعيشوا مع نفسهم ويضربوا كده. خش ياض عليه، في واحد بيضرب بسهم من هناك. طير ياض عليه، فامباير. اوه فامباير مات. يا سلام، ولا ده بطاقه واحده بيريح يا ابن اللذينة. شكرا عم الساحر، فاضل واحد هنا وواحد هنا. بيلعبها حلوه قوي. بص واو يا ولد، في اتنين، واحد هنا وواحد هنا. الواد مختار الماب 10 على 10. يا ترى مين هيتفنش، انا ولا مين؟ الساحر شكله مضروب ومش عارف ليه شكله كده. انت بقتش ساحر، انت بقتش حياه يا معلم. ايه اللي انت لابسه ده؟ ظروفك ايه في الدنيا؟ حاول يا ملك، اطلع يا ملك، ما تضربش يا ملك. الملك روح فيها. شكرا يا معلم، خلصانه يا ابو عمو. ما فاضلش غيرك انت والساحر، يا انا يا انت. ودي خطه ممكن تكون تشكيله حلوه جدا وتفهمنا اللعبه دي ماشيه ازاي. هل يا ترى الساحر؟ الساحر ما بيهزرش كده يا ابو عمو. نكون خلصنا الفيديو الاولاني واول خطه واول تشكيله في الملعب قصادكم، وان شاء الله المرات الجايه اجيب لكم تشكيلات اقوى بكتير. انا عايز حد يتحداني يا جدعان، اللي شايف نفسه بطل يقول لي عشان اضيفه على ستيم ويتحداني. عايزين حاجه؟ اشوفكم على خير. قديمه العب غيرها. باي باي.